الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في القرآن: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول جل في علاه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. الدين مبتدأ وقد جاء معرفا بالألف واللام، النصيحة خبر المبتدأ وقد جاء أيضا معرفا. وإذا عرف المبتدأ والخبر فهذا ضرب من ضروب الاختصاص، أي أنه خص الدين في النصيحة. عشان كذي من لب الدين النصح، أن تنصح. قال الصحابي الجليل تميم بن أوس رضي الله عنه: قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لله بإخلاص العبادة لله وحده وبفعل طاعته واجتناب معصيته سبحانه وتعالى وما نهى عنه. والنصيحة لكتاب الله بقراءته وتدبره والعمل بما فيه. والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن رجب: بمحبته وبالصلاة عليه وباتباعه صلى الله عليه وسلم. والنصيحة لأئمة المسلمين أي حكام المسلمين وعلماء المسلمين. والنصيحة تكون في ضوابط شرعية. طبعا الشفات هذا الكلام ده ما بصدقوا وما بيشتغلوا به، والعنوان ده بنصف الأحزاب دي شت إن شاء الله، وبنفتح فرصة لأي زول بعدين يجي يخش يناقشنا في ضوء الكتاب والسنة. ما مقتنع بالكتاب والسنة برضو دار يسلم، برضو بنفتح له فرصة. لأقول فيه الحمد لله ما مرق والله الذي لا إله، ومرتاحين جدا. ما يقول لك عقولنا قدر جلاليب، جلاليبنا قصيرة، في جلاليب طويلة قاعدة جابوها هدايا بعضها وغيره بنقطعها برضو، وقصيرة مهوين. أقعد إنت بضيقك ده نضيق عليك زيادة إن شاء الله بحمد الله وبفضل الله سبحانه وتعالى. لكن أعرف إنه النصيحة لأئمة المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علاني، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. بعدين ولعامة المسلمين، يدخل في عامة المسلمين هؤلاء الطلاب ونحن ندخل في ذلك، نحن من عوام المسلمين وجينا لننصح المسلمين. في ناس بيستغربوا يقول لك: يا أخي كرهتونا برا قاعدين جوامع خاشين فيها أي محل كذي، ما خايفين عليك يا أخي؟ بلد يا أخي جاي ما شايف الحاصل فيها شنو؟ تبرج والله. لو هنا في زول متزوج أربعة ذيل بيلخبطوا راسه للتبرج ده، أربعة شفتها؟ والأربعة في ليلة واحدة طاف علينا الأربعة وما قادر يقوم، طحنية قاعدة وباسطة وبرضه ما قدر يقوم، برضه ديل بلخبط راسه لأنه فتنة في النهاية. قال الله تعالى في القرآن: زين للناس حب الشهوات. أنت مش من الناس؟ أي قال لك: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قال ابن كثير: قدم النساء على بقية الشهوات لخطورة فتنة النساء. قال: ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، أو إن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء
بعدين رب العزة والجلال قال ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. ورب العزة والجلال وراك بعد ذكر لك الشهوات ثاني قال لك قل أأنبئكم بخير من ذلكم. الخلق الشهوات وخلق النساء والفتيات قال لك أنا أوريكم قال لك حاجة شيء أحسن من ذا. أي قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ناك في الجنة عشان كده احنا دارين اول شيء ناسس مسألة الإيمان والعقيدة لا ندل من بني عليه إصلاح العلاقة بين العبد وربه ثم إصلاح العلاقة بين الفرد وبقية المجتمع والعلاقة بين المجتمع والحاكم والحاكم والمجتمع إلى آخره كله ابتداء بالإيمان والعقيدة الصحيحة. لا نؤسي لو بتقبض شاب تلقى بتونس مع عبيد تقول يا ولا بتونس مالك ولا يقول لك نحن شباب وفي ضيق شوية وقاعدين يا هو البنات دي الجميلات شوية جميلات شوية. انت مؤمن بالله ولا ما مؤمن؟ مؤمن. الله قال لك في الجنة في أجمل من دير رأيك شنو؟ انت شاكي ولا؟ والله يقول لك في لكن رأيته استغفر الله والله يغفر لنا والشغلة دي برضو بنقضي بها أيام وتاني بنمشي لقدام بعدين الله كريم ما قدام بتقضي بها أيام دي ممكن تورطك بعدين بذلك. قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ده في الدنيا وساء شنو؟ سبيلا. بعدين بيورطك هناك. والرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري رأى رؤيا من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه رأى الزنات والزواني على مثل التنور فرم أعلاه ضيق وأسفله واسع ومن تحته نار فإذا اشتعلت ضوضوا يعني صاحوا من شدة العذاب في قبورهم يعذبون بسبب هذه المعصية. فالزول لو عنده يقين تام إنه ما عند الله خير وأبقى كان ترك شهوات الدنيا من أجل شنو؟ ما عند الله سبحانه وتعالى. بعدين الدين ما حجر عليك تاسي خالط بكم والله يقول لك سوسو دي من الصباح بجي بتونس معاه وكان في محاضرة فاضية بقعد معاه سوسو واحدة أي الله قال لك اتزوج أربعة أنت مصدق أربعة وبعد الأربعة ذاته قال لك وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج بعد أربعة تاني في واحدة عجبتك تجي تقول لي ده اسمعي والله أنت ما قصرتي وجزاك الله خير والله قال وإن أردتم استبدال زوج شنو مكان زوج هاد دارة تنزل معاش منه واحدة بتكون زهجانة وإنت مفلس بتكون زهجانة منك يقول لك خارجنا الله يتقبل بتخارجها وبتدخل ذيك محلها انتهى الموضوع. تاني في شنو قال يقول لك يا مولانا والله الزواج صعب مصعب وبراك أبقى في الدرب في الدرب ده تلقى سائل يعني هسه زواجنا سائل تمر مرات معتد توزعه في الجامع يأكلوه ويبزغوا ويقولوا الله يتقبل والموضوع انتهى. تاني في شنو لكن انت بتمشي تباري ديل ده بتمشي تقول لك انا ساكن في الطائف تطوف في البلد دي لما قلبك يجيف ما تقدر تجيب المهر والله. تاني ساكنة في حي المطار تطير برا وتجي راجع تلقى واحد ختفى خلاك لاف في ساي وهي تزوجها ومرق منها وبعدين في النهاية هو الساي دارين الفنان الفلاني ويجي يكذب لهم والفنانة الفلانية تجيبها برضو تغني لهم تكذب لهم شي تعديه اللاماب والفتيحاب وليبيا وإيه تغليب الشغلة ده موضوع طويل. أنا ما دار أشتت لك الكلام لكن في النهاية الإصلاح في هذه الأمور كلها بصلاح العقيدة شكد الدين ده قائم على أصلين وجميع هذه الأحزاب شيوعية شيعة علمانية بكل أضرابها وبكل أنواعها جماعة الإخوان المسلمين بشتى تفرقاتهم جناح وين ترابي جناح ما ترابي بيجاي جناح مؤتمر شعبي وطني أبو نارو غيره وهم فلان وفلان كلهم خالفوا في هذين الأصلين أو في أحد الأصلين. الصوفية بشتى طرقها خالفوا في الأصل الأول وفي الأصل الثاني
والشباب راسه انضرب. يقول لك نبقى معاملوه معاكم انتوا؟ لا لا. معاون هم؟ لا لا. نبقى معاملوه ابقى مع الحق؟ يقول لك لا، ما دار لنا جماعه نخش فيها. انت ليه الا تخش في جماعه؟ جماعات دي انحرفت، ليه الا تدخل في جماعه معينه ولا حزب معين؟ ما بتقدر تسلك طريق الحق حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. بعدين الدين ما حجر عليك، وكل واشرب والبس نظيف، طلق ظريف مع الناس، واقرا ابقى مهندس ما بزول سالك، واركب احسن عربيه، واعزل اجمل امراه عجبتك، بس يكون عندها اخلاق ودين عشان ما تورطك بعدين. زوجها وخلاص، وينو الدين حجر عليك في شنو؟ والله شوفوا يقول لك الله، ديل ناس عايشين وديل لافين متحجرين كذي. يا ود متحجرين كيف؟ ما في تحجر، احنا ناس عاديين ونضحك ونتونس، بس بنضحكك ما في شيء، وناكل ونشرب، بس فطرنا بلحم الله يتقبل. ثاني في شنو؟ انت فطرت بشنو؟ فول وتلقى مسيخ وزيت ومدته مدة وانتهى. هسي متحجر انا ولا انت؟ هسي فطرنا انا بلحم في شنو يعني؟ ولو كلخبطة كثيرة وكلام يطول. طيب في أصلين يقوم عليهما دين الإسلام، والكلام ده ما بتلقاه عند الأحزاب اللافة دي، ده كلهم موضوع واحد بس دارين نقلبها ولافين لنا هنا. أمرك برا، أمشي أقلبها هناك، بيجيبوا لك الدفار أبو عيون حمر ديلك، دب قلبك لما قلبك يقف، جينا تبكي دقوني. ما قلت لك ما تمرق أنا؟ أنت مارقك شنو؟ وكذي والله دقونا، والنازل زادوا السكر، زادوا السكر، بتمشي تمرق السكر زايد، وبتلقى معاه بسطونة، بتكون زادوا عليك سكر زايد ومعاه بسطونة تاني، وخالفت الشريعة. ما شغل رجالة، رجالة دي تشيل الدين ده الحق. والله رجالة مش انه تقول ودارين الحاكم ده نردمه، اردمه في زول بيسألك هسي في البلد ده، اردمه ما في زول هنا بيسألك، لكن بيسألوك قدام عند الله تعالى. لكن هنا البلد دي بقول لك ديمقراطية، لكن أردم الصوفية دافع عن الله، انت حقك بتدافع عنه وبيخلوك ساي، لكن كذا دافع عن الله، قول نادوا الله براو، ما تنادوا الشيخ، يجيك عكاز في أضانك. دي الرجالة هنا ذاته، ودي القوة ذاته، والله الذي لا إله غيره، أن تصدع بالحق وبدين الله. هذا الدين يقوم على أصلين. الأصل الأول أن لا يعبد إلا الله، الكون ده كله حق الله، انت ذاتك حق الله، انت ذاتك خلقك الله سبحانه وتعالى، تعبد براو. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الموضوع ده موضوع التوحيد والعقيدة الصحيحة، والذي جاءت به جميع الأنبياء والرسل، جميع الرسل. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأحزاب كثيرة، مثال الصوفية، خالفوا في الأصل ده. الصوفي بتقول له الله بيعلم الغيب براو، كما قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. الصوفي بيقول لك لا لا لا، الغيب ده شيوخ نزاته بيعلموه، ده كتاب من كتبه. بعدين بنفتح فرصة إن شاء الله للصوفية برضو، الأخوان المسلمين واحدين عاملين فيها ظريفين، ولك دي مواضيع صغيرة صغيرة، نحن مواضيعنا الكبيرة دارينا الاقتصاد، ودارينا بعدين شغل الحاكم، شغل السلطة والتحضر، ودارين بعدين أشياء تانية، وإنتوا متحجي وإنتوا ما متطورين، لا بتلعبوا كورة لا بتعملوا شنو، الناس يتحوروا وركبوا القمر، واحدين ركبوا الراكوبة، وإنتوا لافين لنا هنا. كلام طويل ده الجد، بنفتح لهم فرص إن شاء الله، بس جايين كالشعام، الناس تصبر وتطول بالها. ده كتاب من كتب الصوفية، ألف واحد هنا في بحري هناك كذي في الحلفاية، اسمه محمد والضيف الله، صفحة 116، وما يقول لك بتكلموا في مواضيع انتهت، ما انتهت. دي أكثر مواضيع الآن مهمة، وزمان مهمة، وبكرة مهمة، لأنه ناس دكاترة بيقولوا حاجات أنت تستغرب فيها ذاته. ولك أنتوا نحن قرينا الجامعات، في دكتور يعني قرأ أكثر منك أنت كطالب، دكتور في جامعة أم نورمان الإسلامية اسمه صلاح الخنجر، ده قال غير الله بنزل المطر، قال نحن في السودان عندنا شيوخ
وشيوخنا بنزلوا المطر، والمطر بحسب الطلب، المطر ذاته بحسب الطلب. قال يكون في سرابتين تنزل مطره بجاي في السرابه دي، وبجاي الثانيه ما بتنزل مطره. قال سرابه يعني محل بتاع الزراعه، ودي محل بتاع الزراعه. قال لانه ديل دفعوا البياض للشيخ، وديل ما دفعوا شنو؟ البياض. واحد من اهل الخنجر ده ذاته من النيل الابيض لقيته في السوق ما تابع لاي زول، بعدين ما عنده علامه جوده ولا ايش. قلت له اسمع شيخ كون ده قال كذا، ها رايك شنو؟ قال لي يا اخي دي بالغ فيها يا اخي. والله قال لي كان جركانا كشحوها ما يقدر يلمها من السرابه الثانيه، قال لي مطر يجيبها بجاي من نعب غاد. قال لانه ديل دفعوا البياض. ده زول دكتور بيعتقد عقيده زي دي، لا في قاعد. والله قال في القران افرايتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. كلام واضح جدا. قال لك اانتم يا بشر انزلتموه الماء من المزن سحاب ام نحن المنزلون. ما كلام واضح دي؟ ده رب العزه والجلال. واحد ثاني بروفيسير مش دكتور ساي، في ناس جاون هوس تاع انه ده متعلم وقرا جامعه وعمل وعمل ودار يخلي دين الاسلام. والله واحد يجي من قريه ولا من مدينه، يجي قول لنا من قرى ومن مدن، يجي يتهاجم هنا. شوفوا لابسين كيف، والقمصان كيف، والبناطلين كبابي والايه، ولابسين له الراستات وحاجات وسلاسل وخاتين هي. بعدين يجوا دار يعني دار يقلدون هنا، ولقى عشان نقلدهم لازم عاداتنا دي كلها نخليها، نرجع ورا وكذا نمش قدام وعاداتنا نخليها، حتى الدين يخليه. والله الذي لا اله غيره. ده بروفيسور اسمه حسن الفاتح غريب الله، كان مدير الجامعه دي درمان بغادي. قال عنده كتاب اسمه يستنبيونك. قالوا ليه يا بروف، يا بروف هل الولي بعد يموت بيمرق من قبره؟ هسي دي مش شافع بيجاوب عليها، واليوم ما بيمرق. قال اي الولي بعد يموت بيمرق من قبره ويقضي حوائج مريديه ايوه من دعاه، ثم يعود مره اخرى. القبر فاتح واسي جامعات كندي، احنا لما لفينا حتى مشينا لقينا لنا محل بغادي زي نفخ النفخ المرق منه ذاك اسمه منو المات بتاع ليبيا ذاك الزافي، حتى نجينا بالتعب بيجاي. دخلنا في حفله الله يتقبل ما عارف الحاسي شو، حفله بيجاي يدقدقوا وشغله ملخبطه ذاتها، حتى قدرنا وصلنا بيجاي جامعه عشان تمرق منا وتخش تدعب عديل، وعلى كلها اربع حيطان، فما بالك قبر يعني منكر ونكير. الملائكه قاعدين معاه هو بيمرق، يجاوب للولي للزول النادى ورجع تاني. ده فهم بروفيسير شاكي ما تتوهم ساي، خليك زول عاقل وزول فاهم في الدين تكون فاهم، في الدنيا تكون فاهم، في اي شيء تتعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فهمك الدين. فالبروف قال الولي ممكن يمرق من قبره. الله قال سبحانه وتعالى في سورة ياسين ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. زول مادة ما بيرجع تاني إلا يوم القيامة. طيب الجرانة للكلام ده شنو؟ ده مؤلف كتاب بخالف العقيدة الصحيحة. أنا دار أعرف ناس المؤتمر الشعبي بيدافعوا عن الله 200، والله هم بيدافعوا عن الرسول 200 صلى الله عليه وسلم، بيدافعوا عن الاسلام 200، بيخشوا في الاسلام الدخل الصحيح 200، والله هم ذاته الجماعه ديل المواضيع دي ما بتهمهم، همك بس الدكوى وزاد السكر ونقص، ده بس موضوعك. انا اتحدى الاحزاب دي شت من اول حزب لاخر حزب، تجيب لي واحد بس بيقول للناس وحدوا الله واتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، بس واحد بس. والله جانا كوز وقال يا جماعه الصوفيه عليه ضلال، والناس اللي بيعبدوا الشيوخ عليه ضلال، والناس توحد الله، والناس تبقى ظنها في الله تمام، بس جيب لي حزب قال الكلام. وينه؟ وين جماعه بتدافع عن الله سبحانه وتعالى؟ كلهم هوا الساي مضيع فاشله، واحد تلقى الدين ما قال يطبقه في نفسه، كيسه بتاع الصعود ان فلكت به جاهل الا تسوي له حقصب في رقبته، والله كيسه غليظ دردم في السفه. يقول لك حاكم ده ما طبق الشريعه، انت كذا طبق الشريعه في قدومك ده اول شيء.
والله صفة يا أخي أنت ما قادر تخليها. صفة بتاع الصعود دار زول يخلي لك ما يطبق لك شرع الله سبحانه وتعالى بطريقتك دي وبطريقة غير الطريقة الشرعية كلها لخبطة وهوس في البلد دي. فده الصوفية ناس دكاترة واحدين فيهم وبروفات وما فاهمين أي شيء. قال ده محمد والضيف الله طبقات والضيف الله كتاب الطبقات. قال قال الشيخ إدريس صفحة 116 درجات الأولياء على ثلاثة أقسام. شو البلد الضلال اللي فيها شنو؟ قال الأولياء بتاعين الصوفية أو الأولياء ثلاثة أقسام كبرى ووسطى وصغرى. درجة كبرى ودرجة وسطى ودرجة شنو؟ صغرى. قال فالصغرى أصغر أولياء قال أن يطيروا في الهواء. البرالمة في الأولياء الصغار جدا بيطيروا. قال أن يطيروا في الهواء ويمشوا على وجه الماء وينطقوا بالمغيبات. قال أصغر أولياء بيطيروا أبو طيرة وبيمشوا في الموية ساي باركوها ساي في الموية أنت راكب في المركب وبرفاس وده بقى اللي ساي ما فيش. قال والكبرى ده الوز... قال وينطق بالمغيبات دي الصغرى. الوسطى أن يعطيه الله الدرجة الكونية دي كمان درابة كبيرة مرة واحدة. الوسطى ده سينير في الولاية. قال أن يعطيه الله الدرجة الكونية إذا قال للشيء كن فيكون وهذا مقام دفع الله ولده. قال دفع الله ولده. وبعدين غيره من الناس الوسطى بيقول للشيء كن فيكون. كلام زي ده يا ناس بيخش عقل مسلم ولا غير مسلم؟ كلام زي ده مقبول؟ وين موقف الأحزاب دي من الكلام ده؟ وينه؟ وين موقف ناس التبليغ من الكلام ده؟ لافين شايلين بقد، لافين في الجوامع ما يبلغوا توحيد الله سبحانه وتعالى، جزاك الله خير. وين موقف الترابي قبل ما يموت وأولاده بعد مات من الكلام ده؟ ولا ما بهمهم؟ دين الله ما بهمك وجاي باسم الإسلام، تقال شيخك ما جاب باسم الإسلام وخرج من الدنيا وخرج من الإسلام، الاثنين تزعل ترضى بعدين من أديك فرصة. ما مسلم ده ولا أخو مسلم. أخو مسلم دي مرحلة مرق منها تب إسلام وأخو مسلم كله كافر بالله سبحانه وتعالى. ما من كفر أي زول لكن ده بالتحديد لأنه ده لما في الدين كله شالوا برا يفهموا كثير منه. علامات ساعة ماف، عذاب قبر ماف، دابة ماف، مسيح ماف، مسيح دجال، مسيح عليه السلام بينزل ماف، كله ماف 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 ماف. وخاش بصلي مع المسلمين شايل لهم حل من الصف ساي ما حقته والله. اي مؤتمر شعبي طول نفسه هاي دقيقه بس بعدين يبرد نفسه بندي فرصه يخش علينا هنا ان شاء الله نشوف الحاصي شو وهو يشوف الحاصي شو. طيب قال ان يعطيه الله الدرجه الكونيه اذا قال الشيء لشيء كن فيكون وهذا مقام دفع الله ولدي. والكبرى هي درجه القضبانيه يبقى قطب. قال وقال الشيخ بلل ده شيخ من مشايخه اسمه بلل براو اسمه بلل تبيل طوالي في جهنم دمي بغاد. وقال الشيخ بلل الشيب والله مكتوبه بلل ما مصدق تعال اقرا. قال ولد الطالب قال شنو اسم ابوي دفع الله هو اسم الله الاعظم. قال اسم ابوي دفع الله هو اسم الله الاعظم. الناس قال بيقول لك انتم بتكفروا الناس ساي في مسلم كفرناه زاي يعني ما شايفين الفنانين اسي ما كفرناه بنات متبرجات ما كفرناه ما كفرنا الناس زاي زول خاتي سفة ما كفرناه حالك دقنه ما كفرنا بنقول دي معاصي. لكن الزول قال لك اسم ابوي دفع الله هو اسم الله الاعظم. انت رايك شو ابوي اسمه دفع الله وبرضه اسمه ده اسم الله الاعظم. انت رايك شنو في الكلام؟ شيخه بيقول له شيء كن فيكون. انت رايك شنو في الكلام ده؟ اسلام ده دين. ومصايب كثيره جوا هنا. واحد اسمه عوضه هنا الله يعوضك عوضه ده بدي الجنه. قال عنده عنقريب جاته مره من القواعد من النساء قال لا رقدي في العنقريب ده رقدها وهي راجله. عنقريب بعد شويه قال حملت. عنقريب زي شاحن الجلاكسي بيشحن اولاد. عنقريب بيولد. قال في عنقريب بيولد يا ناس الله يزالكم في عنقريب بيولد. واكل الفطير والدجاج ويقول لنا انتم بتاعين طيبات
واكل الفطير ذاته عقوضة ده. المرة جات على لا فطير ودجاج وحمام الثلاثة جغمن وقال لا خش العنقريب ده بعدين بتلدي. بعد مرقت قال لا اديتك ولد ثاني قال لا اقول لك شيء اديتك بيتك نص البيت. بيع فطير وده في فطير بيجيب له ولد ولا حمام بيجيب له ولد. كلام كله هوس وكلام فارغ كثير. فالصوفية على ضلال، جماعة الإخوان المسلمين على ضلال، جماعة التبليغ على ضلال، حزب التحرير على انحراف، الشيوعية منحرفة ضالة، علمانية فاسدة، كل الطوائف كلها فاسدة. أهويتوا كيف؟ نحن كيف؟ لا نحن ما تابعين لحزب ولا جماعة، أبقى مسلم بس وشوك دربك. أصلين توحد الله واحد، اثنين تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. الدنيا دي خذ راحتك في حدود الشرع، تلبس نظيف ما سألناك، لا تشد أسي بنطلون ظريف كويس جدا بس خلي واسع ثاني في شنو وتريح تمام. خدت القلم حمر واصفر وابيض وظهري سألك منو إذا تركب مواصلات جينا بمواصلات بأمجاد قالنا جينا راكبين حمير نحن مع ياوش عاديين زيك باسطة وكله بلبس بوسة والعس يدك قول الحمد لله ثاني في شنو بس وريني المشدد منو ده اللي بياكلوا قرط ونحن باسطة مشدد منو يعني بس بالراحة كده أغنع مشددين منو ديلك موضوع السكر ونحن موضوعنا وحد الله الموضوع عظمياته بس كده وريني بالراحة كده. ده بقول لك الشيخ بدي الجنة وانا انا بنقول لك الشيخ ما بدي الجنة. الفاهم ياتو عقل واسع ياتو ما كلام واضح جدا وكلام طويل. نفتح فرصة للحوار والنقاش لكل حزب ولكل طائفة ان شاء الله تعالى. فرصة للحوار والنقاش ان شاء الله. هاي ما جاينا وما احنا بمس النار بترميها بعدين القراميط بخش والسمك كله بعد يخشوا بنوريهم منهجهم. ها يا جماعة ما في شيء خلاص نواصل إن شاء الله في الصوفية دي لأنه دي أكثر حيطة إن شاء الله الناس تنطها بعد ذاك تشوف الحيطة الباقي إن شاء الله. فمسألة العقيدة والتوحيد هي أعظم قضية لأن الله تعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. الله خلقك تعبده. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الناس خالفوا في القضية دي من العبادة الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي من رواية النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. الصوفية بقول لك تدعو غير الله ولك تدعو غير الله وغير الله بينفع وغير الله بضر وغير الله بيصل درجة بيخلق السماء عديل عديل كده. الختمية رايك ما بقول فرصة الحوار والنقاش خش ما بقول خش وجوه ان شاء الله صليات على اسم ولا عبد غير الله ولا عبد غير خش تفضل ما بجي افتح ولا شارع يا جماعه لو في كوريك ولا حاجه افتح لك شارع ما في مشكله تفضل. السلام عليكم. السلام الله يسلم. انا ما شفت اي شيخ بيقول عبد غير الله كلهم بيقولوا عبد الله كل شيخ بيقول عبد الله لكن ما شفت شيخ بيقول عبدين هنا. السلام عليكم. والسلام نجاوب على الفرصة دي ونمشي الصلاة إن شاء الله والناس بعد الصلاة تجي إن شاء الله. فأخونا ده قال أنا ما شفت لي شيخ بيقول أعبد غير الله يعني كأنه الكلام ده شنو مصطنع ساي. والصحيح إنه في شيوخ بيقولوا أعبد غير الله لأنه إحنا قدمنا لك بمقدمة قلنا الدعاء عبادة ولا ما عبادة
الجواب انه عباده. في ناس بيقول لك ادعو الشيخ، نادي الشيخ في الشدايد. ايوه ديل منو؟ انت ما شفت، هسي بتشوف، بعد تشوف بعد ده قامت عليك الحجه، بعد تشوف ثاني شنو؟ الناس ديل تتركن، تترك منهجن يكون على التوحيد والعقيده الصحيحه. ده واحد من مشايخ الصوفيه اللي هو اسمه اسماعيل محمد سعيد البغدادي القادري. كتابه اسمه الفيوضات الربانيه في المآثر والاوراد القادريه. يبقى ده صاحب الطريقه شنو؟ القادريه، القادريه، جزاكم الله خير. صفحة 44 قال ده الشيخ في الجواب على سؤال السائل أو مداخلته، قال بسم الله الرحمن الرحيم، صفحة 44: إذا وقع لك مهم وأردت أن يدفعه الله عنك، مش أردت أن يدفعه الله عنك، مش مفروض تسأل الله؟ لا لا، قال لك تسأل الشيخ، تنادي الشيخ، وتنادي الشيخ دي يعني تعبد الشيخ، لأنه الدعاء عبادة. زول قال يا الله نجيني، عبد منه؟ عبد الله. واحد قال يا الصنم نجيني، عبد منه؟ الصنم. واحد قال يا الشيخ نجيني، عبد منه؟ عبد الشيخ. ما ترجف انت، تمام ما ترجف، بعدين انت عارف الحاصل. طيب قال فصلي ركعتين بعد صلاة العشاء أو في وقت السحر، وتقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة الإخلاص 11 مرة. قال تقرأ سورة الإخلاص كم؟ 11 مرة. هسي بقول لك تنادي الشيخ، هسي في كلامك. قال ثم تسلم وتسجد لله تعالى بعد السلام. بعد تسلم تسجد لله سبحانه وتعالى، وانت ولا سهيت ولا شيء، تسجد بس. قال وتسأل حاجتك، ثم ترفع رأسك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 11 مرة، ثم تقوم وتخطو 11 خطوة. الزول ده عنده مشكلة ولا حاجة مع 11 غاية، عنده فهم مع 11. قال تمش 11 خطوة، يلا شوف في 11 خطوة يقول لك تعبد منو أو تنادي منو. قال ثم تقوم وتخطو 11 خطوة إلى جهة العراق إلى يمين القبلة، وتقول في الأولى، الخطوة الأولى تقول فيها يا شيخ محي الدين، تقول يا منو؟ يا شيخ محي الدين. وفي الثانية يا سيد محي الدين. وفي الثالثة يا مولانا محي الدين. وفي الرابعة يا مخدوم محي الدين. وفي الخامسة يا درويش محي الدين. براو قال درويش، اوعك تقول لي نبه. قال وفي السادسة يا خواجة محي الدين، والله مكتوبة كده، تعال اقرا. يا خواجة محي الدين، براو يقول لك انتوا تابعين لليهود، ده خواجة عديل جابه في كتابه، جيب لنا كتاب قلنا خواجاتنا. طيب وفي السابعة يا سلطان محي الدين. دي كلها خطوات، انت ماشي بتقول في الكلام ده خطوات. هاي قال وفي الثامنة يا شاه محي الدين. وفي التاسعة 11 جربنا لما شيء الصلاة. قال وفي التاسعة يا غوث محي الدين. وفي العاشرة يا قطب محي الدين، العاشرة. وفي الحادي عشر لخلاص الخطوة شنو؟ 11. كلها محي الدين محي الدين، 11 خطوة. خطوة 12 بتمرق من الدين مرة واحدة. قال وفي الحادي عشر يا سيد السادات عبد القادر محي الدين. ثم تقول يا عبيد الله أغثني بإذن الله، والله ما أذن لك تناديه، لأنه الله قال لك ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وكتب كثيرة كذا، بعد الصلاة بنجي نوريك ناس كتار قالوا أعبدوا غير الله ونادوا غير الله وكذا وشيوخ. إن شاء الله نصلي ونجي.